في يناير 2011 كان تاريخ مميز لمصر خاصة الشباب، وكانت ثورة، ونزلت الميدان وكنت فرحان وأنا بشوف الأمل والرجاء، بشوف الدموع، بشوف اللي بيحصل. ما كنتش بعيد عن التفاعل الحي مع الظروف اللي فيها البلد. وكان في مهرجان كانوا مسمينه في مسرح الهوسبير فنان من الميدان، وكان كل اللي بيقدم حاجة في الميدان بيجي يقدم في المسرح ده. وكان مهرجان لمدة 15 يوم في آخر يناير في حضور وزير الشباب والرياضة ووزير الثقافة، مندوبين الديانات والأزهر والكنيسة، وكله بيصرخ لربنا في الوقت ده. وأنا قبل ما أروح الحفل ده قلت له رب إحنا عايزين صرخة من اللي إحنا بنصليها في الكنيسة، وأنا أشارك باللي إحنا بنصليه في الكنيسة. فوقفت في افتتاح الحفل وأنا برنم، قلت له ما استأذنكم، إحنا بنصلي في الكنيسة لإلهنا كأب، وإحنا بنصرخ من ساعة الثورة في الكنائس وبنقول له بابا. فأنا عبرت عن الكلام ده بالابتهال اللي هقوله دلوقتي أو الدعاء أو الترنيم، سموه زي ما تسموه، وهنبتدي بالصراخ لربنا مع بعض ونشارك به. وقلت ساعتها الكلمات دي: بابا يا ابو المراحم يا عطوف، بابا ارحمنا وترد اي خوف، بابا يا ابو المراحم يا عطوف، يا بابا ارحمنا وترد اي خوف، يا سامع الصلوات يا صانع الخيرات، يا سامع الصلوات يا صانع الخيرات، في الأرض والسماوات عيوننا هي نحوك، بعين متحننا انظر لنحينا، ارحم ونجينا، اعفي حسب كرمك. بابا يا ابو المراحم يا عطوف، بابا ارحمنا وترد اي خوف، صارت دمعنا زاد وقت العنا ما زاد، صارت دمعنا زاد وقت العنا ما زاد، اسند إيماننا بزاد يحيي رجع شعبك. سألونا طول اليوم هل غبت هل هنقوم، وشتتنا هل هيدوم، جاوبنا من فضلك. بابا يا ابو المراحم يا عطوف، بابا ارحمنا وترد اي خوف، اخطأنا وعصيناك علنا في قلوبنا هلاك، لكننا ما نسيناك ولن ترح تنسى، بتعطفاتك عود اجمعنا لك هنعود، رفعين ايدينا بعود الصلب كالمرسى.
بابا يا ابو المراحم يا عطوف، بابا ارحمنا وطرد اي خوف، يا ابو اليتامى حن على أرملة ومسن، يا ابو اليتامى حن على أرملة ومسن، شبابنا صار بيئن اذكر لنا عهدك، خلصنا يا ابو الكل بسلامك انت حل، خلصنا يا ابو الكل بسلامك انت حل، سكن قلوبنا في حصن المنيع اسمك بابا، يا ابو المراحم يا عطوف، يا بابا ارحمنا وطرد اي خوف.